صادق في وعوده، البرنامج الانتخابي بتاعه، اشوف البرنامج الانتخابي بتاعه هيفيد ايه تبع الدايره، هيفيد ايه تبع المحافظه. على اساس الحاجات اللي بيوعد بيها يكون حقيقي في تنفيذها، ما يبقاش منصب برلماني بس وخلاص، لان في ناس كانوا بيستفيدوا من منصب برلماني ده لحقوق لاغراضهم الشخصيه. هنتخبه على اساس ان هو يكون يعني خدم قبل ما يعدي البرلمان، مش يقول انا هعمل وهعمل وهعمل بقى وعايز الناس ترشحه وهم ما شافوش منه اي حاجه وما عملش اي حاجه من قبل ما يرشح نفسه. والله اللي هو اللي يصلح للبلد، اللي يكون تملي مع الشباب مع الناس مع الشعب، اللي هو اللي يكون من الطائفه اللي هو مننا، مش واحد بقى اللي هو عامل لي بمليون كم مليون دعايه وحملات انتخابيه ويوفط. يحاول بقدر الامكان اللي ماسك الدايره عندنا يا فندم، يحاول بقدر الامكان يشوف الشعب محتاج ايه والناس محتاجه ايه منه وينفذه على اجمل وجه، وده اللي محتاجينه بس مش اكتر من كده. ويحاول بقدر الامكان برضو يسمع الناس، مش اللي هو انا بعلق يوفط بعمل مش عارف ايه، بعمل دعايه، بعمل لنفسي حاجه للنفس مش للناس. يحط صوره مصر قدامه، يحط صوت انه يساعد رئيسه بشكل محترم، الرئيس الحالي اللي هو عايز يعمل مصر الجديده، بس بدون ما يبص لراس المال. طبعا في معايير وفي مقاييس بنختار من اساسها، بنختار على اساس اجتماعياته، خدماته للمجتمع، هو راجل سمعته عامله ايه، حاجات كتيره محطوطه في المعيار. يعني مش انا احط واحد عمل يفط وحاجات اروح احط صوتي ليه وخلاص، لا. اي مطالبات للدايره ذات نفسها لازم ينفذها، مش احنا ننتخبه وفي الاخر الحاجات اللي احنا طالبينها ما تتعملش. اللي انا شايفه بردك ان في ناس كتيره جدا من الزمن القديم نازله في الدوره ديت، بس بتمنى ان هم حتى يكونوا اتغيروا، انما ما اظنش ان هم اتغيروا، ونشوف الوجوه الجديده، نحاول نختار وجوه جديده شباب يملوا الاماكن ديت، علشان الشاب لسه ما فيش جواه اي اطماع. يعني يا ريت نتوسم خير في البرلماني، يكون يعني على درايه كامله بمشاكل دايرته ويحلها، ويكون صوتهم القوي اللي من خلاله يقدر يحل ولو يعني جزء بسيط من مشاكلهم، يتوسموا في خير. خطوة نبتدي بها الطريق، وبعدها ممكن نغير كل شيء. يعني نكون أولى، نكون حلمك قصادك، لو يهون قصارى كل اللي اتبنى ده نبدي فيه. ما بقتش خايف هنزل مهما يجرى ايه، هنزل واشارك صوتي هتحاسب عليه. قدام عينيا الاختيار، ما سيبش بلدي للدمار، قصارى نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وبنبدأ معاكم أول لقاء من لقاءاتنا. وزي ما نوهنا وقلنا النهاردة كل كلامنا عن الانتخابات والمرحلة التانية، وزي ان احنا لابد ان احنا نشارك، وكل واحد فينا لابد ان هو يدلي بصوته ويشارك في العملية الانتخابية، لان احنا بنرسم طريقنا وطريق أولادنا في المستقبل بإذن الله. خلونا نعرف أكتر عن تقييم المرحلة الأولى، وإيه اللي مطلوب النهاردة، وإيه اختلافها عن الأسبوع الماضي، واستعداداتنا كمان للمرحلة القادمة بإذن
الله. سمحونا ان احنا نرحب بضيفنا اللي مشرفنا النهارده في مصر جميله. برحب بالسيد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابيه. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا، صباح الخير. المفروض دلوقتي تم فتح باب التصويت واللجان لاستقبال الناخبين، بس قبل ما يروحوا او في طريقهم لازم يعرفوا ايه اللي هيقابلوه هناك في اللجنه، ايه المختلف عن الجوله الاولى او المرحله الاولى في الاعاده، في اختلافات شويه في التصويت، فعايزين ناخد فكره عنها وعن الاجراءات بتاعتها. تمام. هو لو كان رايح لاول مره ما كانش حضر الجوله الاولى ورايح للمره الاولى، يا ريت يعمل اجراء بسيط جدا وهو في الطريق، يعني من اي من الموبايل اللي معاه ايا كان الخط، يعني اي شبكات في الشبكات الثلاثه، موبينيل، فودافون، اتصالات، بدون ذكر اسماء. لا ما دي مش دعايه لهم، هنقول الوحيدين اللي على الساحه، احنا قلناهم كلهم كده اصلا. طب هو ما فيش حد غيرهم يعني. يبعت رساله ل 5151 يكتب فيها الرقم القومي 14 رقم. تمام. هيطلع له في اقل من 30 ثانيه هو تبع انهي دايره وفيها كذا مقعد في النظام الفردي. طبعا قوائم دلوقتي ما فيش لانه حسمت في الجوله الاولى. تمام. هيقول له عنوان المدرسه اللي هينتخب فيها، رقم اللجنه الفرعيه بتاعته، رقمه جوه اللجنه الفرعيه. فده هيوفر عليه وعلى السيد القاضي اللي في اللجنه مجهود. تمام. اول ما يوصل القاضي هيديله ورقه واحده، لو كان حضر الجوله الاولى اداله ورقتين، ورقه بيضه ورقه خضراء، ننساها خلاص. هيديله ورقه واحده بيضه وهتبقى صغيره قوي عن المره الاولى. المره الاولى كانت ممكن في حجم الفلوسكاب او ضعفه او قده ثلاث مرات، لان كان فيها مرشحين احيانا 68 65 50، انما دلوقتي الورقه دي هيلاقي فيها احد احتمالات اربعه. يا اما اسمين، يا اما اربعه، يا اما سته، يا اما ثمانيه فقط لا غير. هو مش هياخد الاربع ورقات، هياخد ورقه واحده فقط. يا اما يلاقي فيها اسمين بس او ورقه فيها اربعه، دي بديل ليها مش معاها يعني، فيها اربعه او ستة او ثمانية. على اساس ايه بقى يا فندم الاختلافات؟ دول اللي دخلوا يعني الاعادة، اللي هم مرحلة الاعادة اللي حصلوا، سواء كانوا مستقلين او قوائم حسنة ايا كان انتماءاتهم الحزبية او مستقلين. هو مش مطلوب منه يختار ما بين مستقلين واحزاب، يختار كما يشاء، بس هو يختار نصف العدد. يعني لو الورق، لو هو في دايرة هياخد ورقة هو وكل الناخبين. دي ما تختلفش من ناخب لناخب جوه الدايرة، كل دايرة ليها ورقة معينة حسب عدد المقاعد اللي بتجري عليها جولة الإعادة. تمام. لو خد ورقة فيها مقعدين أو اسمين يختار واحد. تمام. لو خد أربعة ورقة فيها أربعة يختار اثنين. أي اثنين مش من المجموعة؟ أي اثنين، الأول والأخير، الأول والثالث، الثاني والثالث، الثاني والرابع، زي ما يعجبه يعني. لو خد ورقة فيها ست أسماء يختار ثلاثة. تمام. لو ورقة فيها ثمان أسماء يختار أربعة. فالمرة دي أسهل وأبسط من المرة الأولى، ونتعشى من نسبة الأصوات الباطلة تقل، لأنها وصلت في المرحلة الأولى حوالي 9.5%. صحيح. هتقول هيلاقي ورقتين ولا هيلاقي ورقة؟ لا، ورقة واحدة فقط لا غير. أنا بقول الأربع أوراق على مستوى الجمهورية. إنما هو الناخب لما يدخل هي ورقة واحدة، هياخد ورقة واحدة فقط، القوائم حسمت. تمام. وهي هتبقى ورقة صغيرة في حجم كف اليد. كويس. يا إما يلاقي فيها اسمين، يا أربعة يا ستة يا ثمانية، حسب دايرته. في دوائر أخرى بقى، مش نفس الدايرة، دوائر أخرى هيلاقي فيها أربعة. دوائر ثالثة في اماكن اخرى جوه المحافظه او في محافظه اخرى اربع اسماء. دوائر رابعه، نوع رابع، هيلاقي ثمان اسماء. في اسمين او اربعه او سته او ثمانيه، مطلوب من حضرتك ان انت هتختار نصف هذه الاسماء. اذا كانوا اثنين يبقى واحد، اربعه يبقوا اثنين، سته يبقوا ثلاثه، ثمانيه يبقوا اربعه. زي ما حضرتك تفضلت وقلت سياده اللواء، احنا نسبه الاصوات الباطله كانت 9.5%. عندنا تقييم وعندنا احصائيات لما تم في الجوله الاولى في الانتخابات في الاسبوع الماضي. عايزه من حضرتك اهم الملاحظات المهمه اللي طلعتوا بيها وقيمتوا واستعديتوا بيها لجولة الإعادة النهاردة. تمام. يمكن الملاحظات والتحليل لنتائج المرحلة الأولى بتشير لبعض الأمور قد تكون عكس ما يتم تداوله، سواء في وسائل الإعلام المختلفة أو في بعض البرامج، أو لدى البعض فكرة عنه يعني قد تكون غير دقيقة يعني. زي إيه فندم؟ زي موضوع الشباب اللي ترشح في المرحلة الأولى ألف، ويمكن الكلام ده يعني لسه مطروح حديثا، 1025 شاب من اجمالي 2548. يعني 40% من المترشحين في المرحله الاولى من الشباب.
الشباب بمفهوم القانوني والواقعي. القانوني اللي هو في الدستور وفي القانون من 25 ل 35، والواقعي والعملي اللي هو لغاية 45، لأن كل من لغاية 45 ده شاب بكل المقاييس يعني. فاللي ترشحه في المرحلة الأولى 1025 من 2548 يعني 40% تقريبا شباب. تمام. اللي دخل جولة الإعادة بقى يعني نافس بقوة في وسط هذه الأعداد الضخمة، 68 مرشح و72 مرشح في بعض الدوائر و58 و63 وأربعينات وبتاع، كل دي أعداد كبيرة. فوسط هذا الزخم وهذه الأعداد استطاع 147 شاب بالمفهوم اللي قلناه أنهم يدخلوا جولة الإعادة وفي مراكز متقدمة. ودول يمثلوا من إجمالي اللي ناوي يعيد اللي هو 444 33%. يعني في شباب حسموها من الجولة الأولى وفازوا بدون دخول في جولة الإعادة؟ لا يعني في أحدهم اقترب من سن الشباب، إنما إحنا خلينا في المفهوم اللي هو لغاية 45. إنما اللي داخلين بقوة في الإعادة وأعتقد إن كثير منهم لديه فرصة للفوز إن شاء الله في جولة الإعادة النهاردة وبكرة 147 واحد. تمام. يعني 33% من إجمالي من سيخوض جولة الإعادة. أيضا من ضمن الأمور الغير متوقعة منافسة 12 سيدة على مقاعد في جولة الإعادة. والفردي صعب للسيدات. هم حققوا 28 مقعد في القوائم المرحلة الأولى، دول خلاص أعلن فوزهم يعني، من إجمالي 56 مقعد مخصصين للمرأة. 12 سيدة منهم داخلة جولة الإعادة وبرضو داخلين بقوة، لأن في منهم متبوئين مراكز متقدمة في دوائرهم. في بعض الدوائر زي امبابة فيها 512 ألف ناخب، في 8 داخلين إعادة، من أعلى 4 فيهم 2 سيدات، وفي سيدة أخرى بعد كده في الترتيب التالي يعني. فدي برضو من الأمور غير متوقعة يعني، حاجة إيجابية كويسة إيجابية يعني، تشجع المرأة كلها على النزول والتصويت والمشاركة يعني. أيضا من الأمور الكويسة إن المنظمات الدولية اللي شاركت في متابعة الانتخابات، جامعة الدول العربية، الديمقراطية الدولية، الكميسة، الجمعية الوطنية المحلية، المنظمة المحلية الدولية المشتركة، منظمات دولية كتيرة، المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام الفرنسي أثنت على ما تم في العملية الانتخابية من حيدة ونزاهة، عدم تدخل حكومي، إحكام خطة التأمين، التنظيم الإداري الجيد، كل دي جوانب إيجابية، وتناولت المشاكل اللي حصلت وقالت إن هي يعني ثانوية أو غير مؤثرة على مسار العملية الانتخابية. أيضا من ضمن المتغيرات اللي حضرتك سألت عليها إن خريطة الحياة السياسية والحزبية هيحصل فيها تعديل يعني. إزاي يا فندم؟ يعني في أحزاب تاريخية وذات مرجعية يعني تراجعت إلى حد ما، وفي أحزاب ليبرالية تقدمية شبابية بدأت تظهر تاخد مواقع أحسن يعني. فكل ده هيكون له دور في تشكيل شكل الحياة البرلمانية والسياسية في مصر الفترة القادمة أكيد شبابية. بعد من النتيجة النهائية هتطلع هيبان بقى قوة كل حزب بالظبط. طبعا دي حاجات مبدئية، دي كلها مؤشرات مبدئية آسف خاصة بالجولة الأولى من المرحلة الأولى. طبعا الجولة الثانية هيبقى ليها تقييم اخر قد يؤثر في هذه المؤشرات اللي انا شاورت عليها، يعني سواء بالتدعيم وفي نفس الاتجاه او بالتعديل منها، لان دي مؤشرات مؤقته خاصه بالجوله الاولى فقط يعني. طبعا بعد انتهاء المرحله الثانيه كمان والانتخابات كلها مؤكده تبقى مؤشرات، ولو جت فرصه نلتقي ان شاء الله ونوضحها بشكل تفصيلي اكبر يعني. ان شاء الله. جوله الاعاده معروف دايما في اي انتخابات ان جوله الاعاده ما بتجذبش نفس عدد الناخبين، ولازم ده نوضحه من دلوقتي عشان ما يطلعش كلام يطلع انه لا ما فيش ناس رايحه. دي حاجه معروفه طبعا دايما ان جولات الاعاده بتبقى اقل شويه في ده كلام حاجه صحيح، لسبب جولات الاعاده على سبيل المثال لو خدنا بعض الدوائر في الجوله الاولى في 68 مرشح او 60 مرشح او 50 مرشح، فكل دول بيحشدوا انصارهم ومؤيديهم ومريدينهم للمشاركه في الانتخابات،
ولكن هذا العدد بيتقلص في الإعادة. سيادة اللواء أنا هستأذن حضرتك لأن إحنا دلوقتي مراسلنا الأستاذ منذر موجود في محافظة سوهاج مع سيادة المحافظ، هننقل ما يدور في أجواء محافظة سوهاج. تفضل منذر. منذر بتسمعني؟ احنا معانا مراسلنا مراسل قطاع الاخبار من محافظة سوهاج في احد اللجان الانتخابية وبينقل لنا الاحداث، ومعه ايضا سيادة المحافظ اللي بيتفقد الامور في اللجان الانتخابية، وبنتعرف من زميلنا منذر عما يدور في محافظة سوهاج واحد اللجان الانتخابية. تفضل منذر. سمعني؟ معذرة الصوت ضعيف لا أستطيع سماعكم في الاستوديو. تمام. طيب يعني ممكن نعرف الأجواء؟ احنا سمعينك كويس. نعم نعم، بدأت الانتخابات في محافظة سوهاج وفي غالبية اللجان في الساعة 9 وفقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات. تواجد القضاء والتواجد الأمني من قبل قوات الشرطة والداخلية لتأمين اللجان والبالغ عددها 1383 لجنة انتخابية موزع عليها عدد قضاء لكل لجنة قاضي. وبدأت العملية الانتخابية بطبيعة الحال الهدوء النسبي تشهده غالبية اللجان، وذلك لطبيعة محافظة سوهاج والتي دائما تشهد إقبال في الساعات الأخيرة من دائما في اليوم، وذلك في كما تابعناه في اللجان الانتخابية وعلى مر السنين الماضية، وكذلك خاصة أن مدينة سوهاج غالبيتها موظفين فتكون دائما الإقبال بعد انتهاء الدوام وانتهاء العمل. بجانبي الآن السيد أيمن عبد المنعم مع الوزير محافظ سوهاج، نتابع معه كيفية وتوجيهاته لتأمين العملية الانتخابية والاستعدادات للعملية الانتخابية وتسهيل عملية الاقتراع. برحب بك يا فندم معنا. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وانتم طيبين، ومرحب بيكم في سوهاج. شرفتونا الحقيقة في المرحلة الأولى والنهاردة في مرحلة الإعادة. الحمد لله الأمور كلها بتسير إلى الآن بشكل منتظم، اللجان كاملة بجميع التيسيرات الموجودة فيها، التأمين من الشرطة والقوات المسلحة، السادة رجال القضاء كلهم الحقيقة تواجدوا، حتى وإن كان اعتذر بعد منهم الدور الأول الدور الإعادة الحقيقة شرفونا. التنسيق كامل ما بين معالي المستشار رئيس المحاكم في سوهاج ومع مدير الأمن ومع المستشار العسكري ومع جميع القيادات الحقيقة الموجودة في غرفة العمليات اللي في المحافظة، بنرصد كل اللجان في القرى والنجوع والوحدات المحلية، وعلى تواصل مستمر مع مجلس الوزراء ووزارة الدولة للتنمية المحلية، وبننزل برضو شوية لازم نتفقد الأوضاع بحيث لو في أي مشكلات أو أي صعوبات نقدر نتعامل معها على الفور، ولكن إن شاء الله الوضع مطمئن وآمن، الشوارع كلها الحمد لله آمنة. تواصلنا الفترة السابقة قبل الإعادة مع كبار العائلات الحقيقة للتأكيد على الحفاظ على هدوء سوهاج، ولا يمنع هذا من التنافس الشريف، من الخلق الرياضي في المنافسة، احنا كلنا موافقين ولكن دون مساس بالدولة ومقدراتها وممتلكاتها. وبشكر كل الحقيقة أبناء سوهاج المرشحين اللي ضربوا مثل في الالتزام وتوجيه كل الناخبين الحقيقة في التوجه الصحيح. كل الأمنيات إن شاء الله يكون عندنا مجلس نيابي قوي نفتخر به جميعا ويكون مسؤول معنا إن شاء الله في المرحلة القادمة بإذن الله. موفقين يا فندم، وشكرا لحضرتك معنا. وكما تابعنا أعزائي المشاهدين، التواجد الأمني والتواجد من قبل المسؤولين لتسهيل عملية الاقتراع داخل محافظة سوهاج على الناخبين، والتي تبلغ عدد الناخبين ومن لهم حق الاقتراع 1,665,000 ناخب وناخبة لهم حق الاقتراع، مع التنافس في داخل دائرة سوهاج على 22 مقعدا يتنافس عليه 44 مرشحا. ونتمنى أن تكون المنافسة هادئة وشريفة في محافظة سوهاج والتي تابعنا فيها الأسبوع الماضي الهدوء والتواجد الأمني المكثف، والذي كان له دور في استتباب العملية الأمنية وعدم وجود أي مشاكل في محافظة سوهاج في الأسبوع الماضي. شكرا زميل منذر عبده مراسلنا ومتواجد الآن من محافظة سوهاج، شكرا جزيلا لهذه التغطية. وطبعا مستمرين مع حضراتكم على مدار اليوم في كافة محافظات مصر من خلال زملائنا المتواجدين الآن. وده كان يعني أحد المشاهد اللي موجودة في عدد كبير جدا من لجاننا. هل في تعقيب لحضرتك سيادة اللواء على محافظة سوهاج؟ المحافظ أشار إن في هدوء في المحافظة برغم أجواء التنافس الشديدة. محافظة سوهاج النتائج بتاعتها فيها تنافس شديد،
احدى الدوائر في سوهاج تحديدا دائره دار السلام. داخلين الاعاده 4، الفرق بين الاول والثاني 14 صوت وبين الثالث والرابع 10 اصوات. يعني كلهم يعني بالضرب يعني اربعه في حاجه متقاربه جدا. فاجواء تنافسيه ونسبه شديدة. التصويت فيها عامله ازاي نسبيا مع نسبه عاليه في اللي فيه ما اعلن يعني. هي بس تبين لحضرتك مفهوم مهم جدا كان غايب عننا فترات طويله، ان صوت الناخب اصبح له قيمه، وده اللي نرجو من الساده الناخبين ان يدركوه. يعني صوته اصبح لا يتم التلاعب به، لا يتم تزييفه او تزويره، لا يتم اهدار قيمته. انما بشوف فرق يعني 14 صوت بين الاول والثاني والثالث والرابع 10 اصوات. فده بيدل ان الصوت بيدلى بشكل جيد وبيفرق في نفس الوقت، يحتفظ بقيمته الحقيقيه. ليست هناك اي محاولات لتغييره او تعديله او تعديل وجهته، بيتحط في مكانه الصح، بيؤثر صح، بيؤتي نتيجته صح. فهنا المواطن لابد ان يشعر بقيمه صوته ويبقى حريص عليه ويذهب ليعطيه لمن يستحقه، لانه فعلا بيبقى ليه دور مؤثر في اختيار النائب اللي هيشارك في اعباء المرحله القادمه. طب من المرحله الاولى او مراحل عامه حتى في الانتخابات اللي فاتت، ايه هي المدن والمناطق اللي بيبقى فيها التصويت اعلى من مناطق اخرى نسبيا، يعني على حسب العدد مع الحضور؟ هو دايما المناطق الريفيه بتبقى اكثر من المناطق الحضريه، لان دي مرتبطه يمكن بامور عائليه وجذور وعشائريه وامور كثيره بتتحكم فيها، فبتخلي يعني التدافع والتنافس لصالح المرشحين اكبر شويه. في توقيت في مناسبات اخرى مثلا زي الاستفتاءات او الرئاسه ممكن تلاقي المدن هنا بتعلى شويه باعتبار حاله الوعي والثقافه العامه اللي بتساهم في حسم بعض الامور المصريه في مسيره الدوله يعني. ايضا الاجواء السياسيه والمناسبه نفسها بتفرق في التصويت. يعني انتخابات رئاسيه، استفتاء مصيري غير انتخابات برلمانيه، حتى ده على مستوى العالم. يعني انت تلاقي الاستفتاء اللي اتعمل لانفصال ايرلندا عن انجلترا التاج البريطاني حضور مكثف، لان ده امر مصيري يهم شعب ايرلندا. والله والانتخابات البرلمانية كمان مصرية بالنسبة لنا، عايزين برلمان قوي جدا. في الفترة الحالية فترة بنعاني منها من حالة اقتصادية، محتاجين سن قوانين تشريعات أكيد. يعني ده شيء مهم جدا لابد ان احنا نشارك فيه. هل برضو يعني احنا دايما بنقيم الاداء ونحاول ان احنا نستعد للي موجود، هل في استعدادات خاصة لبعض المناطق او لبعض اللجان باي شكل من الاشكال بدأت بالفعل بعد انتهاء الجولة الاولى قبل بداية الاعادة وحضراتكم يعني من خلال التقييم بتلقوا الضوء عليها؟ لا، هو على المستوى الامني مثلا الجوله الاولى لم يحدث فيها احداث امنيه مخله او تؤثر على سلامه العمليه الانتخابيه، فبالتالي نفس خطه التامين بتطبق في الجوله الثانيه. مفيش، هو بس اجواء التنافس الشديده، وزي ما السيد محافظ سوهاج اكد ان هي كلها بتتم في اجواء متحضره ومتعقله، ومفيش الحمد لله ما يعكر الصفو حتى الان، ونتعشى من الفتره كلها تعدي بدون ما يحدث ما يقل بالامن يعني. فالاجواء التنافسيه موجوده والاحتياطات الامنيه موجوده، ونتعشى من المرحله الثانيه تكون على نفس المستوى الخاص بالمرحله الاولى في هذه الجزئيه باذن الله. طب احنا اتكلمنا على النواحي الايجابيه في الاول، ايه المشاكل اللي حصلت او النواحي السلبيه اللي بتحاولوا تتفادوها او اللجنه العليا تحاول تتفاداها في المراحل الجايه وفي الاعاده؟ يعني ابرز ما ظهر في المرحله الاولى كان عدم معرفه الناخبين بالمرشحين، ودي في الحقيقه مش مسؤوليه اللجنه العليا لوحدها او مسؤوليه جهات الاداره لوحدها، دي مسؤوليه كل الاطراف. يعني الناخب لابد ان يسعى للوقوف على مين هم مرشحين دائرته ومن هو الاصلح فيهم. المرشحين لابد ان يسعوا الى الناخبين ويعرفوهم ببرامجهم وبانفسهم ويدعوهم الى انتخابهم. منظمات المجتمع المدني لابد ان تساهم، يعني لان الهدف الاساسي ليها هو دعم الديمقراطيه، وابسط قواعد دعم الديمقراطيه او طرق دعم الديمقراطيه هو اجراء انتخابات حره ونزيهه وسليمه بيدعم الديمقراطيه بشكل جيد. يعني وسائل الاعلام، وانتم الاعلام كله في الفتره الاخيره في الحقيقه بذل مجهود غير عادي، ضم قنوات وضم برامج، فترات مفتوحه
في توعية الناخبين. طيب معلش هنقطع حضرتك تاني، معانا مراسلتنا أمل صبري في اسكندرية، هنتابع معاها دلوقتي الأحوال في اسكندرية دلوقتي. صباح الخير يا أمل، سمعاني؟ أمل صبري مراسلة بتغطي الانتخابات وجولة الإعادة في الإسكندرية، هي معانا دلوقتي على الهواء ولكن ما افتكرش ان هي سمعاني دلوقتي. أمل انت معانا دلوقتي على الهواء؟ الو ايوه أمل سمعاني؟ أمل صبري مراسلة التلفزيون المصري في الإسكندرية. طيب هنجهزها اول ما تبقى جاهزه هتبقى معانا على الهواء. كنا بنتكلم على الاوضاع الصحيه بالظبط والجو هناك. الحمد لله الصباح كان الجو كويس وكان الحقيقه منذ الامس يعني بعد تدخل القوات المسلحه المصريه قدرنا ان احنا نسيطر على الوضع بشكل كبير جدا بعد الازمه اللي مرت بمحافظه الاسكندريه، واعتقد حتى كان في توقع كانوا بيقولوا ان الطقس هيكون سيء، العكس حصل تماما. النهارده الحمد لله الجو مشمس في الاسكندريه ودائما ساطعه باذن الله. هنرجع للتقييم اللي كان ياسر بيتكلم فيه في طيب أمل رجعت. أمل صبري مراسلتنا في ومراسلة التلفزيون المصري في اسكندرية، سامعاني؟ أسمعك جيدا. تمام، أولا نطمن على حالة الطقس في الاسكندرية قبل ما نتكلم عن الانتخابات، إيه الأخبار النهاردة؟ في البداية تحياتي لك ولكل مشاهدينا ومتابعينا. عادت الحياة إلى طبيعتها بمحافظة الإسكندرية بعد الجهود التي قامت بها القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية وكافة الأجهزة التنفيذية في الدولة المصرية للوقوف ومعالجة أثار الأزمة الشديدة التي شهدتها الإسكندرية أمس الأول. كما تابعنا جميعا الهطول الشديد للأمطار وغزارتها والتي وصلت إلى 3.2 مليون متر مكعب، وهو معدل يساوي تقريبا 6 أضعاف كمية الأمطار المعتادة في النزول على محافظة الإسكندرية. لكن بأي حال من الأحوال الحياة عادت إلى طبيعتها بالمحافظة، هناك سيولة مرورية يعني اللجان مفتوحة من الساعة 9 تماما صباح اليوم. يعني الأجواء الطقس وأثاره ما أثرتش على اللجان أو فتح اللجان، كلها فتحت في مواعيدها، الطريق ممهد لوصول الناخبين للتصويت. نعم بالفعل، يعني زي ما السادة المشاهدين شايفين الشوارع في حالتها الطبيعية، الطقس حالته جيدة جدا. لو أردنا التحدث عن الحدث الأهم والأبرز اليوم هو الانتخابات البرلمانية أو انطلاق الجولة الثانية من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية. بالفعل بدأت صباح اليوم في تمام الساعة 9 صباحا فتح لجان كافة الكافة الموجودة داخل المحافظة. بدأ تجرى الانتخابات البرلمانية في جولة الإعادة في 9 دوائر انتخابية عامة بعد إلغاء دائرة الرمل نظرا لقرار محكمة القضاء الإداري، والتي قامت بإلغاء هذه الدائرة نظرا لوجود اسم مرشح كان موجود في المرحلة الأولى، إلا أنه كان مستبعد بقرار من محكمة القضاء أو المحكمة الإدارية العليا. تجرى الانتخابات في محافظة الإسكندرية كما ذكرت في 9 دوائر، هناك 42 مرشح يتنافسون على 21 مقعد داخل المحافظة. وحتى الآن في هدوء طبعا نسبي، لسه احنا في أول اليوم ولا بدأ ظهور عدد من الناخبين في المبكر ياسر أن نحكم على نسبة المشاركة داخل المحافظة، ما زلنا في بداية اليوم والوقت ما زال ممتد حتى 9 مساء اليوم، وأيضا هناك غدا أيضا ستكون هناك مستمرة عملية الانتخابات. الكتلة التصويتية لو أردنا التحدث عنها في محافظة الإسكندرية تصل إلى أكثر من 3,600,000 ممن لهم حق التصويت. محافظة الإسكندرية أود أن أذكر هذا، المحافظة قامت بإعداد أماكن الاستراحة، أيضا وفرت كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، زودت أيضا أطقم الإسعاف أو سيارات الإسعاف ونشرتها
بجوار اللجان الانتخابية. الأطقم الطبية تم مضاعفتها داخل المحافظة. لو تكلمنا عن الحالة الأمنية، كان لي لقاء مع مدير أمن محافظة الإسكندرية صباح اليوم اللواء محمد حجازي، أكد لي أن هناك تأمين كامل لكافة اللجان وكافة شوارع المحافظة. أمل صبري مراسلة التلفزيون المصري، بنشكرك على المعلومات القيمة من الإسكندرية، وهنتابع معك إن شاء الله آخر الأخبار هناك. ونرجع مع اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، وكنا بنتكلم عن الاستحقاق والناحية السلبية، بس الأول هل هناك أي تعقيب على إسكندرية؟ نتمنى طبعا. نشوف أستاذ أمل أشارت ان 3.2 مليون متر مكعب مياه، 6 أضعاف اقصى ما تعرض لإسكندرية قبل كده. صحيح، واضح انه كان حدث استثنائي غير عادي. صحيح، ولكن التحرك السريع وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وانتقال السيد رئيس الوزراء للمحافظة ومع وزير التنمية المحلية وتدخل القوات المسلحة بامكانياتها الضخمة وتكاتف الشعب والشرطة وكل الاجهزة المعنية في مواجهة هذه المشكلة، الحمد لله قللت من اثارها واوجدت لها حل في زمن قياسي يعني. وافتكر اللي حصل ده يعني دليل اخر على اهميه البرلمان وانتخاب حد او نائب يعني يتابع ايجابي اجهزه الحكومه، لان واحد زي ده بقى لما يبقى موجود في البرلمان ويضغط على المحافظ وعلى الوزير علشان يحلوا مشاكل المحافظه مش مشاكل شخصيه. ده تاكيد كلام حضرتك بياكد اهميه البرلمان واهميه اختيار نواب على مستوى جيد يساعد المواطنين في حل هذه المشاكل، وهذا الاختيار لن يتأتى إلا بالمشاركة، لأن عدم المشاركة بتجعل قوة ضعيفة في المجتمع مؤثرة في تحديد شكل المستقبل. صحيح. إنما الأغلبية لما تنزل هي اللي بيلاقيها دور في تحديد هذا الشكل. صحيح، خصوصا في الفترة الحالية يمكن احنا شايفين لسه الاقبال مش كتير، لكن احنا لسه في بداية اليوم وعندنا امل كبير ان كل الناخبين ينزلوا النهاردة ويدلوا باصواتهم، لان ده مصيرهم ومصير اولادهم ومستقبل اولادهم في المستقبل باذن الله. للأسف وقتنا خلص في فقرتنا، لكن ان شاء الله يكون لينا متابعة سواء بالنسبة لنهايات المرحلة الاولى والاستعدادات للمرحلة الثانية باذن الله. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابية، نورتنا يا فندم، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك. ناخد فاصل، بعد الفاصل بنرجع لحضراتكم. وزي ما قلنا يومنا النهاردة كله عن الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق الانتخابات البرلمانية. الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. المطلوب من البرلمان القادم أنه أهم حاجة أنه يطهر الدولة من المفسدين اللي نهبوها وكلوها. أولا التعاون مع أجهزة الدولة والتعاون مع الرئيس السيسي، لان هم اجهزه الدوله والرئيس السيسي ادرى بمشاكل البلد في الوقت الحاضر. مهم تعيدوا مجلس الشعب اللي احنا محتاجينها، تشريع القوانين، سن قوانين، مراقبه الحكومه، مناقشه الحكومه، استجواب الحكومه. انت عليك بقى مهام كبيره جدا اللي هي تشوف مشاكل دايرتك دي ايه، هي انت هتعملها هتوفيها بان انت في مجلس الشعب وقريب من الوزراء. المطلوب ان يشوف يعني النائب يمثل الشعب في الدائره بتاعته امام البرلمان تحت رقبه البرلمان، ان يصدر تشريعات جديده وان يصدق على القوانين التي اصدرها السيد الرئيس. اولا مراجعه كل القوانين اللي صدرت من ايام مبارك لحد هذا التاريخ،
ده إذا كان البرلمان ده بيعمل لصالح هذا الشعب مراجعة كافة القوانين اللي تخدم الفقير قبل الغني والضعيف قبل القوي. إنه يراجع القوانين اللي أصدرها رئيس الجمهورية ويشوف مدى توافقها مع مصالح الشعب، يصدر قوانين جديدة يراعي المشاكل اللي نشأت عن القوانين زي قانون بتاع العاملين بالحكومة. همك البلد تفضل بخير، خد كل بيتك مصر تستاهل، ده يوم انده لجارك خد معك كل الحبايب، انزل جمع صحابك كلهم قول للقرايب، انزل صوتك امانه وامانه تقول للي غايب، بعيد قريب ينزل، انزل انزل قول له ان مصر بتنادي له محتاجه له، انزل وان اللي مش هيروح لها مش ناسيها له، صح اللي نايم مش في باله قول له تابع مصر النار.